بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك بأن الحالة العصيبة التي تمر بها الأمة الإسلامية في هذه الأيام تفتقر إلى عقد مثل هذه المؤتمرات، أعني مؤتمرات تقريب بين المذاهب الإسلامية، من أجل البحث في المشاكل العالقة ومحاولة توحيد وجهات النظر وتقريب وجهات النظر أيضا فيما بين الفرقاء المختلفين. وقد تعودنا في كل عام أن يكون بيننا أخوة أجلاء وفضلاء من البحرين، وذلك لأن المجتمع البحريني مجتمع يحتوي على مكونات عدة، منها المكون السني والشيعي، وهم بحاجة إلى مثل هذه المؤتمرات لكي يستفادوا منها في تطبيقها على واقع الأرض البحرينية، ولا سيما أن المجتمع البحريني فيما بينه متكاتف ولا يوجد بينهم نعرات طائفية، وإنما هناك لا شك محاولات وراءها يعني قوى سياسية قد تكون خارجية تحاول إيقاع العداوة بين أبناء الشعب الواحد. شكرا جزيلا.